ازيكم يا جماعه؟ وفيديو الاسئله ده كان المفروض ينزل اول خميس من شهر ابريل، ولكن بسبب الفيديوهات اللي كانت متاخره عليا والفيديوهات اللي انتوا طالبينها مني فاضطرينا احنا ناجله اسبوعين. بس انا متحمس جدا انكم تشوفوا فيديو الاسئله ده، ويا اهلا وسهلا بيكم في فيديو الاسئله لشهر ابريل. هل ممكن تسافر روسيا مع المنتخب؟ لو انت شكلك بتتفرج وتحب تسبونسر رحله لروسيا، انا مش هقول لك لا، انا عندي قناه فلوجات وهظبطك اخر تظبيط. هل الضمان المحلي افضل ولا الضمان الدولي؟ طبعا الضمان الدولي هيكون افضل، عشان لو سافرت في اي حته في العالم وموبايلك حصل له حاجه تقدر تروح لاقرب فرع ابل مثلا وتدي لهم الايفون بتاعك ويصلحوه مجانا. في شركات زي شركه سيكو المصريه بتديك ضمان وطن عربي، لو موبايلك باظ في اي حته في الوطن العربي تقدر تروح تصلحه ببلاش في اي حته في الوطن العربي. في شركات زي ابل مثلا بتصلح لك في العالم كله عادي جدا، ولكن معظم الشركات الثانيه بيكون ضمان جوه البلد اللي انت فيها وهو الضمان المحلي. ايه اللي عاجبك في اي او اس ومش موجود في الاندرويد؟ اللي مخليك عايز تشتري الماك؟ تاني حاجه، تعالى اسكندريه في الصيف وكل سنه وانت طيب. اللي عاجبني في الاي او اس كنظام موبايل لوحده، اللي هو ملوش علاقه بالايكو سيستم بتاع ابل، اللي هو مثلا انت ما عندكش ماك وما عندكش ساعه ذكيه، انا بتكلم مثلا على اي او اس اللي هو موبايل ابل او الايباد لوحده مثلا، ان باختصار ابل عارفه اليوزر بيستخدم الموبايل ازاي. اديكم مثال صغير، الكيبورد بتاعت الموبايل، لو انت مثلا جوه ابلكيشن زي ماسنجر بتكتب على الكيبورد، انت مجرد بسوايب بسيطه من فوق الكيبورد بحاجه بسيطه لتحت بتخفي الكيبورد، لو عايز تبينها بتسحب من اخر الموبايل تقريبا من تحت بالراحه لفوق فالكيبورد بيبان. طب انت لو عايز تسكرول لتحت من غير ما الكيبورد تختفي، انت مجرد بتنزل بس من فوق سنه بحيث الكيبورد ما تختفيش ولكن تفضل تشوف التكست اكتر. قيس على كده بقى، كل حاجه في النظام مبنيه على حسب ما اليوزر بيستخدم الموبايل، كل حاجه سموث وتحسها بتشتغل كده من اول مره بسهوله جدا على اي او اس، واسرع كتير جدا من استخدامك للاندرويد. وطبعا كل ده من غير ما نقول انك لو عندك اجهزه ابل تانية زي ماك بوك او الساعه الذكيه او غيرها من الحاجات، ان الاجهزه دي هتكون مترابطه بطريقه خرافيه. ازاي بتتكلم قدام الكاميرا؟ باختصار لازم تكون وانت قاعد قدام الكاميرا قاعد مرتاح، عشان لو مش قاعد مرتاح مش هتطلع كلام كويس. نرجع بقى للزاويه الطبيعيه بدل الفضايح اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. تتوقع ايه التغيير الجذري اللي ممكن يحصل بعد كده في الديزاين الموبايلات بعد ما خلاص ما بقاش في حواف تقريبا؟ انا اتوقع التغيير الجاي في الموبايلات مش هيكون في الديزاين، لان مثلا الاختلافات في الديزاين ما بين السامسونج جالاكسي اس 8 للسامسونج جالاكسي اس 9 كان مجرد تعديل نسبه الحواف من تحت ومن فوق في الموبايل، ولكن نسبه الشاشه من وجهه الجهاز فضلت زي ما هي. فالتغيير اللي جاي اللي اعتقد هيكون في الموبايلات لازم يكون اولا البصمه من تحت الشاشه تكون موجوده في كل الموبايلات، ثانيا بطاريات الموبايلات لازم تكون في تكنولوجيا تغيرها تمام، مش هينفع نفضل نعيش بموبايل بطاريته 5 و6 ساعات بس، لازم نخترع شيء معين، سواء الموبايل مثلا بيشحن عن طريق ابراج الاتصالات في الشارع، او بطاريه الموبايل مصنوعه من ماده مختلفه بتخليها تقعد 3 أضعاف اكتر، معرفش، ولكن لازم التغيير اللي جاي في الموبايلات يكون في البطاريه. هو انت ليه مش مهتم بالبي سي مع انه تطور رهيب؟ ارجو الرد وشكرا. انا بعشق حاجه اسمها بي سي، وبعشق جدا لما اركب مثلا كومبوننت جديده جرافيكس كارد جديده على البي سي واشوف ازاي ده هيسرع الاداء والمشاكل اللي ممكن تحصل والريفيوز للبي سي، انا بعشق حاجه زي كده. ولكن ضغطة الفيديوهات وكميه الريفيوز والانطباعات وكميه الفيديوهات المفروض تنزل على القناه في خلال وقت قليل، الموضوع مش بيسيب لي وقت قوي ان انا اركز في البي سي. ولكن الفترة اللي جاية انا فعلا عايز احاول ان اركز اكتر في البي سي، وده يكون مبني عليه كذا حاجة هتحصل في القناة قريبا، وهتبداوا انتوا تشوفوا الحاجات دي تقريبا على اول شهر 6. متحمس قوي. شايف التكنولوجيا ازاي بعد 10 سنين وبتتوقع ان بعد 10 او 15 سنة الموبايلات هتبقى موضة قديمة، ولا ايه اللي هيحصل فيه؟ انا اتوقع ان الهيئة اللي اسمها موبايل اللي هي بتكون 5 بوصة او 6 بوصة بتتحط في جيبك هتفضل موجودة ومش هتختفي تماما. الاختلافات اللي ممكن تحصل فيها بان مثلا الموبايل ممكن يكون بشاشتين، او اللي هو شاشة من قدام وشاشة من ورا، او حتى الموبايل يكون في شحن لاسلكي زي ما قلنا من شوية عن طريق ابراج الاتصالات او غيرها من التكنولوجيات المختلفة، ولكن ما اعتقدش تماما شكل اللي احنا هنعرفه باسم موبايل هيختفي تماما. وبرده اعتقد الحاجات اللي احنا هنشوفها قريب قوي في المستقبل هي الساعات الذكيه الكبيره، يعني بمعنى اصح ممكن تلاقي موبايل بيتلبس على ايدك بعد كده وبيكون بيلف 360 درجه حوالين، ولكن مره ثانيه هيئه الموبايل اللي احنا نعرفها ما اعتقدش ان هي تختفي تماما. هو انت المنتج للفيديو ولا في شخص اخر هو اللي بيدفع فلوس؟ بمعنى اخر، في شخص بينتج لك وشكرا وكيف حالك. مفيش يا جماعه شخص بينتج لي، انا اللي بعمل كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناه بنسبه 100%، مفيش حد بيساعدني باي حاجه في الفيديوهات اللي بتنزل.
يوسف خلصت يا ابني الشغل بتاعك ولا لا؟ على فكره انت شغلك متاخر جدا اليومين اللي فاتوا دول. رخروخ يا ابني عامل ايه؟ اه بسجل اهو يا ابني. رخروخ يا ابني رخروخ حاف كده خلاص يعني نسيت كل بقى المصاريف والمونتاج والتصوير. يا ابني انت كل مشاهداتك 30 و40 الف يجيبوا كام 30 و40 الف دول بعد كل اللي انا صرفته؟ يا ابني بس يا ابني الكاميرا شغاله يا عم. الكاميرا ولا بتاع بقى، انت اصلا محتاج تتظبط اليومين دول عشان شغلك متاخر، وفي الاخر فيديوهاتك ما بتجيبش الا 5 و4 دولار وكلام فارغ. ايه هنزل فيديوهات اكتر، هنزل فيديوهات اكتر يا ابني. اقفل يا ابني الكاميرا اللي شغاله ورا دي، اقفل يا ابني الكاميرا دي خلينا نمنتج. ازيك يا جو؟ وهل هيكون في تجديد للسيت اب زي يحيى كده؟ يعني هل بتحضر لمكان جديد؟ وبالتوفيق دايما. في فيديو اسئله اللي فات كنت سالت سؤال شبه ده، وكنت قلت اكتر امنيه ليا ان يكون في مكان اقدر انا اطلع فيه الكرياتيفيتي، واقدر اطلع فيه افكار مختلفه، ويكون في حته كده للالوان اللي موبايلات السوداء، وحته ثانيه الالوان الذهبي، واقعد افكر في حاجات تطلع مشاهد شكلها احلى. ولسه الموضوع في بدايته جدا، ولكن نقدر نقول مره ثانيه على اول شهر 6 اللي جاي هتشوفوا حاجات مختلفه في القناه. انا متحمس جدا مش عايز اتكلم عليها خالص في اي حته خالص لغايه الموضوع يبقى حقيقه، ولكن اول شهر 6 هتشوفوا حاجه مختلفه وحاجه جديده وقويه في القناه ان شاء الله. العربيات الكهربائيه هتبتدي تنزل السوق المصريه لفتره اللي جايه، خصوصا بعد ما قالوا انها معفيه من الجمارك. تفتكر هتبقى عمليه؟ بصراحه كنت بتكلم مؤخرا مع قناه مخصوصه لمراجعات العربيات، وتقول لك اني عربيه احسن واني موديل تشتريه والحاجات دي، والقناه دي اسمها اوتو افندي. في نص الكلام كنا بنقول العربيات الكهرباء وكده، ولكن للاسف ما نعتقدش تماما ان العربيات الكهرباء تدخل مصر. لسه بعد ما هتوصل للعالم كله وتترست ويعرفوا مشاكلها فين في العالم هيبداوا يدخلوها مصر. عايزين يا جماعه نعمل فيديو تعاون مع قناه اوتو افندي، اتاكدوا انكم تروحوا لقناه اوتو افندي اللي هتلاقوا اللينك بتاعها في الاي، وتعملوا كومنت في اخر فيديو عملوا تقولوا له لو اندي عايز يعمل فيديو معاك. يوسف ايه افضل لانشر يكون خفيف على الموبايل وما يتقلش؟ افضل لانشر وجهه نظري على الاندرويد هو نوفا لانشر. تتوقع انهيار بموقع الفيسبوك بعد الفضيحه الكبرى؟ وايه افضل منصات التواصل من وجهه نظرك؟ اتمنى تجاوب على سؤالي بالفيديو. انا ما اعتقدش فيسبوك هينهار في اي وقت قريب، لان الناس بتستخدم فيسبوك لشغلها للتواصل، وفي ناس كتير اصلا ما سمعتش ولا تعرف حاجه على الاسكندال والفضيحه بتاعت فيسبوك اللي حصلت والمعلومات اللي اتسربت. فهل فيسبوك هينهار قريب؟ الاجابه وبكل ثقه هتكون للاسف لا. ايه افضل منصات السوشيال ميديا من وجهه نظري؟ هي اليوتيوب، ده يعتبر السوشيال ميديا، وتويتر وانستجرام. انستجرام هو تبع فيسبوك، ولكن السياسات المستخدمه فيه مختلفه تماما عن السياسات المستخدمه في فيسبوك. لو قلت عايز اشتري موبايل في الفئه المتوسطه اكيد هتقول لي هات شاومي. فرايك اشتري شاومي رغم كل العيوب اللي بتظهر فيه زي الدات بيكسل وسوق الخامات وغيره؟ مبدئيا شاومي مش بتستخدم خامات سيئه، شاومي معظم اجهزتها اللي بتستخدمها بتكون من المعدن، بينما اللي احنا بنشوفه منافسين بيستخدموا بلاستيك في نفس فئه السعر دي. وفعلا من كام موديل كان موضوع الدات بيكسل ده كان مشكله كبيره قوي في موبايلات شاومي، اللي هو بتلاقي موبايل كده فيه نقطه سوداء في الشاشه، نقطه صغننه كده بيكسليه ميته. ليه؟ هو الشاشه قررت ان هي تموت. بس الموضوع ده ما بقاش يحصل مؤخرا، ومعظم الوقت اللي انا جبتها من شاومي مؤخرا ما حصلش معايا اي نوع من الدات بيكسلز. فما زلت لو انت عايز تشتري موبايل فئه متوسطه انا برشح جدا موبايل شاومي. امتى هنشوف الهواوي بي 20 لايت والاوبو اف 7؟ وليه الاوبو اف 7 مش بينزل بدول كاميرا زي مثلا الار 11 اللي بينزل بره؟ احنا بنتوقع ان احنا نشوف البي 20 لايت والاوبو اف 7 في اواخر ابريل، يعني تقريبا 30 ابريل او اول اسبوع في شهر 5. وبصراحه الموبايلات دي هتكون موبايلات بتكسر الدنيا في فئه تقريبا من 6.5 ل 7000. ليه الاوبو اف 7 مش بينزل بدول الكاميرز؟ عشان هم عندهم موديلات، موديل بينزل بره مصر وموديل بينزل جوه مصر، فاللي هو ملوش لازمه ان هم ينزلوا الموديل الغالي جوه مصر عشان الناس مش هتشتري موديل غالي، الناس هتشتري موديل ارخص. فكل شركه ليها سياسه الماركتنج بتاعتها يعني. هو فعلا ايفون اس اي 2 هينزل وتتوقع سعره يكون كام؟ مفيش حاجه تؤكد او تنفي ان هو هينزل، كلها تسريبات، ولكن نتوقع فعلا اس اي 2 هينزل وتقريبا هيكون بسعر حوالي 550 دولار، يعني تقريبا 10000 او 11000 جنيه مصري، بامكانيات ممتازه وشاشه فيها نوتش زي الايفون. مفيش اخبار عن السيكو 9 اكس، خصوصا اللي انت عملت له انطباعات اوليه، وهل الموبايل ده يستحق ولا لا؟ هو الموبايل حاليا معايا وانا بحاول انا اخلص الريفيو بتاعته في اسرع وقت، ولكن كان انطباعات اوليه عن السيكو 9 اكس بعد استخدام تقريبا 5-6 ايام، الموبايل ده احسن من اللي كنت متوقع. ده كده شرف القناه عشان ما افتكش الريفيو الموبايل. لو قناتك اتقفلت هي والفيسبوك والانستجرام وغيرها من السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها هتعمل ايه؟ خليني اقول لكم حاجه، وان قوه القناه او اللي هي اللي بيخلي القناه قويه عن قناه ثانيه مش قويه هي مش الرقم ال 122000 ولا 160000 ولا 170000 سبسكرايبر بيتكتب جنبها، ولا اللي انت عندك كذا لايك على فيسبوك، ولا انت عندك كام متابع على تويتر ولا انستجرام. اللي بيخلي قناه قويه هي تفاعل الناس في كل فيديو مع الشخص اللي بيعمل الفيديو، والتفاعل ده سهل قوي لو القناه دي اتقفلت مثلا بعد اسبوع ولا حاجه، يعني مش عايز ده يحصل، بس لو ده حصل
انا متاكد مليون في الميه انكم هتروحوا تشتركوا في القناه الثانيه اللي انا هعملها وهقعد انزل فيها محتوى، عشان اولا انا بعشق اللي انزل محتوى ومش هقدر انا اقعد كده من غير ما انزل فيديوهات، وثانيا زي ما قلت ان قوه القناه في المتابعين اللي بيتابعوها، فبكل سهوله انتوا هتروحوا القناه الثانيه مش كلكم طبعا، الناس اللي متابعه اللي هو مثلا 30 40 يعني ان شاء الله كلكم تروحوا القناه الثانيه ولا تسيبوني لوحدي كده على المحتوى ولا ايه يعني، انا خايف منكم صراحه. ده كان فيديو الاسئله لشهر ابريل، اتاكد انك تشارك في القناه وتتابعني على الفيسبوك لو عايز يكون سؤالك من ضمن الاسئله لشهر 5 بعدي على الفيسبوك عشان هينزل بوست على اول 5 كده عشان ناخد فيه الاسئله بتاعتكم. شكرا شفت الفيديو كملته لاخره، بحب الناس اللي بتكمل لغايه اخر فيديو، بحس بتشجيع كده لو انتوا كملتوا لغايه اخر فيديو، وتاكد انك تشارك في القناه اول ما تشوفني، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.